آخر يوم لينا في مدينة باندونج كان امبارح، والنهاردة صحينا بدري عشان نسافر من باندونج لجاكرتا. للأسف ما لحقناش نفطر جوه المدينة عشان كان لازم نخرج من زحمتها بدري، لكن قررنا في بداية طريق السفر إننا ناكل فاكهة بالشطة. أيوة بالشطة، فكرة جديدة للفروت سلط بس بصبغة أسيوية، فيلا بينا نجرب مع بعض. بدأنا رحلتنا ال 150 كيلو من باندونج لجاكرتا، ودلوقتي يعني وصلت الطريق ناكل فاكهة وهنشوف الراجل بيعملها ازاي. منين من يا بابا؟ إني رجاك. إني رجاك. رجاك. يا. رجاك قولك سلام دري إندونيسيا. طيب. عبارة عن مجموعة فواكه منها بطيخ وأناناس وخيار وجوافة ومانجا حادقة، كل ده بيتاكل مع الصوص ده. الصوص ده حراق على مسكر، يعني ميكس كده. ودي من الحاجات المشهورة جدا في إندونيسيا اسمها روجاك. تعالى 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 خش اجيبك. ايه رايك في حلوه؟ بدل مش عارف وانا ايه ده، شطه ولا ده؟ اوكي اوكي، دي شطه مع حاجات مسكره مع فلفل مع كل حاجه. بيخلطها مع بعض علشان الصوص ده يغوص في الفاكهة. ده كده يحطها لك في كوباية ويديك معاها عصاية وتبدأ تاكل فيها زي كريم كده. كل كده يا كريم. في خيار. فاكهة يا عم. ما هم بيعتبروا الخيار فاكهة. ان شاء الله ده ني بربر جان يا با يا سبولوري بو. اي تريما كاسيبانياك تريما كاسيبانياك تريما كاسيب. وده الرجاك، الفواكه عليها شطه، والشطه دي معموله زي ما قلت لكم من سكر على ملح على فلفل على حاجات غريبه كده، بتبقى مخلوطة. طبعا برضو فيها سوداني، الشطة دي فيها سوداني يعني. بس والفاكهة بتبقى بالمنظر ده، وتاكل الفاكهة مسكرة والصوص ده حادق سكر، فانت اللي هو ايه تغمض عينك كده وتقعد تتأمل تتأمل الطعم. طبعا دي من الحاجات الغريبة كنت بستغربها زمان، كنت بقول ايه ده يا عم، ايه القرف ده، لكن لما جربتها مرة بصراحة عجبتني واتمنتها يعني. بقيت ادور على الناس اللي بتبيع الحاجات دي والف عليهم يعني، بقيت مدمن. سبحان الله. ايه شعورك يا كريم بعد تجربه الفاكهه الجميله دي مع الشطه؟ جدا جدا، انا اول مره اجربها، جربتها في كينيا وتنزانيا، جربتها نفس النظام كده بس من غير الصلصه دي اللي بيحطوها دي، بس هنا بيحطوها صراحه جميله خالص. عجبتك يعني؟ جدا. جربها تاني؟ نعم. ماشي، نجربها في جاكرتا بقى. رحلتنا استغرقت حوالي 4 ساعات، قابلنا فيهم حاجات حلوة كتير جدا، ووصلنا لقمة الجبل ومشينا وسط السحاب. هنشوف ده كله مع بعض ان شاء الله في الفيديو الجاي. اراكم على خير والسلام عليكم.